هذا مكان تحفيظ القرآن يسمونها خلوة. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحين هذه مصحف ما عندهم مصاحف، ما عندهم مصاحف، يكتب الآية ثم يمسحها بالمساحة ويكتبها من جديد يعيد. وهذه شكلها كأنها صفحة، هذه صفحة القرآن، وتفتر عليهم كلهم لما يتعلموا. الله الله، هذا يعتبر علو خشب يكتبون فيه وينفعون الكتاب.